السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عادة يستخدم لاعبي كرة القدم ذكائهم الحاد للاعبي كرة القدم بشكل مثالي واستغلال ذكائهم بأفضل شكل ممكن لتسجيل الأهداف ونصرة فريقهم. وفي هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا بعضا من لحظات الذكاء الغير عادية في كرة القدم، والتي لو لم تصورها الكاميرات ما كان ليصدقها أحد. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. لنستمتع بهذه المراوغة المميزة من اللاعب أردا جولير، ثم بوجه قدمه قام بتمرير كرة إلى زميله وضعه أمام الشباك تماما ليحرز الأخير هذا الهدف المميز. شاهدوا ذكاء لاعب الاتحاد والذي استغل هذه الركنية وقام بلعبها وتمريرها على الفور دون انتباه اللاعبين، فتابعوا زميله كيف أبدعها هدفا في الشباك على الفور. أحس لاعب بوكا جونيور أن الكرة ستفقد منه، فتابعوا كيف قام وبهذا الشكل بالتحضين على الكرة حتى لا يتمكن اللاعبون من أخذها والانطلاق بمرتدة. في النهاية يبدو أن الحكم احتسب خطأ. كانت هذه نهاية موفقة بالفعل، فتابعوا هذه التمريرة في العمق كيف وصلت إلى هذا اللاعب ليودعها هدفا مميزا في الشباك. لنستمتع هنا بجابرييل خيسوس والذي سدد هذه الكرة بطريقة استثنائية لتنزيل لوب، فركزوا جيدا على حارس المرمى الذي لم يعرف أين ستذهب الكرة فتدخل في شباكه بهذا الشكل. ما رأيكم بما فعله هذا اللاعب بتمرير الكرة بالكعب بشكل ذكي ليتقدم زميله أمام الشباك ويحرز هذا الهدف الرائع؟ تمريرة في غاية الإبداع تصل من بورنو فرنانديز إلى زملائه في المنتخب البرتغالي، فتابعوا هذه الرأسية المميزة بعد تمريرة ساحرة وكيف تم إيداع الكرة في الشباك. تمريرة من هذا اللاعب، فتابعوا كيف ارتطمت بكعب زميله وارتدت في الهواء ليسددها زميله على الطائر محرزا هذا الهدف الخرافي فعليا. لنستمتع بهذا اللاعب وكيف قام باستلام الكرة من زميله بين المدافعين ليضربها بالكعب إلى زميله الذي تقدم بالعمق لينفرد الأخير بحارس المرمى ويحرز هذا الهدف الجميل. يتقدم هذا اللاعب ويعطي كرة إلى زميله، فركزوا ماذا فعل بحارس المرمى والدفاع وكيف أسقطهم أرضا بطريقة مثالية ثم أودع الكرة في المرمى. تمريرة سحرية بوجه القدم من اللاعب بيلينغهام إلى زميله الذي تقدم وأودع الكرة في شباك جيرونا. بشكل رائع ولمسة ذكية من كريستيانو رونالدو، ركزوا كيف أعطى الكرة بالكعب إلى زميله ساديو ماني ليتقدم الأخير محرزا هذا الهدف الجميل والاستثنائي. لنستمتع هنا بلمسة كريستيانو رونالدو وكيف وقف ليعطي زميله الكرة ويتقدم الأخير من داخل منطقة الجزاء ليعيد الكرة إلى رونالدو الذي انطلق بشكل ذكي بين المدافعين ثم مرر كرة إلى زميله الذي أودعها هدفا في المرمى. تمريرة رائعة من ركلة حرة ثابتة من هذا اللاعب إلى زميله في العمق، فشاهدوا روعة هذا الهدف الذي تم تسجيله. تمريرة تصل داخل منطقة الجزاء لهذا اللاعب، فتابعوا كيف هيأها بالكعب إلى زميله ليقوم الأخير بإيداعها بطريقة إبداعية في المرمى. أسيست ولا أروع من محمد صلاح بلقطة استثنائية ورائعة، تابعوا جمال هذه الكرة. تمريرة من إنسو فاتي تصل إلى لاعب برايتون، فركزوا جيدا على زميله وكيف أعطاها بالكعب إلى زميله الآخر الذي تقدم ليودعها في المرمى بعد تمويه رائع بالكرة. شاهدوا هذه التمريرة الذكية لأيرلينغ هالاند لتصل على طبق من ذهب للنرويجي فيودعها كالعادة في الشباك. هذه اللاعبة بشكل رائع لعبت كرة التماس لتستغل هذه الفرصة لتسجل زميلتها هذا الهدف من لا شيء حرفيا. ما رأيكم باستلام هذه الكرة من لاعب برايتون والذي أبعد لاعب مانشستر يونايتد بحركة ذكية للغاية ليحرز هذا الهدف الجميل؟ لنستمتع بما فعله هذا اللاعب بحارس المرمى وكيف قام بإسقاطه على الأرض وأبعد المدافع
ثم أودع الكرة في شباكه. تقدم هذا اللاعب وقام بهذا الانفراد بمحاولة وضع الكرة في الشباك ليتصدى الحارس الكرة، ثم يقوم بسحبها عندما سقط على الأرض ليقف مجددا، وبعد ذلك يودع الكرة في الشباك بسرعة. ميسي لا يعلى عليه بالتمريرات الذكية والمراوغات الرائعة، وهنا يمكنكم أن تشاهدوا كيف سلم زميله كرة من بين المدافعين ليتقدم ويتمركز أمام الشباك الفارغة لينتظر كرة يودعها في الشباك هدفا. بعد أن استلم لاعب تشيلسي هذه الكرة بشكل رائع وقام بتنطيطها لتصل إلى ستيرلينج، ليقوم الأخير بتعريض الكرة بهذه الطريقة لزميله الذي أودعها في المرمى كما تشاهدون. تمريرة رائعة من لاعب ليفربول إلى داروين نونييز الذي بلمسة واحدة أودع الكرة في الشباك بشكل رائع. يمكنكم أن تستمتعوا بهذا الكعب من ماورو إيكاردي بعد تمريرة من زميله، ليقوم زميله بإيداع الكرة في الشباك بشكل مميز. لنستمتع هنا بالساحر أوباميانغ والذي قام بالوصول إلى الكرة قبل أن يسقط، فيضربها بالكعب لتصل كأسيست إلى زميله الذي أودعها في الشباك هدفا. تابعوا هذا اللاعب الذي تقدم بهذه الكرة ووجد الحارس متقدما قليلا، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أودع الكرة بالشباك بهذا الذكاء الرائع. تمريرة استثنائية تصل إلى ليفاندوفسكي في العمق، فتابعوا كيف رفع الكرة من فوق حارس المرمى مسجلا هذا الهدف الرائع الذي ارتطم بالعارضة ثم نزلت به الكرة في الشباك. من منتصف الملعب أذل هذا اللاعب أندريا أونانا بتسديد هذه الكرة من هذه المسافة البعيدة مسجلا هذا الهدف الجميل كما تشاهدون. حسنا، يبدو أن هذه التعريضة كانت هدفا رائعا في النهاية، فركزوا كيف باغتت حارس المرمى ونزلت في الشباك هدفا. يمكنكم أن تشاهدوا هذه اللقطة الذكية من مدافع أرسنال وكيف سحب قدمه ليوقع لاعب مانشستر يونايتد في التسلل، وقد نجح بالفعل بالأمر، إذ أنه سجل هدفا هنا، وبعد ذلك احتسب الحكم تسللا بواسطة الفار. ما رأيكم بهذه الكرة التي وصلت برناردو سيلفا بالعمق؟ فركزوا كيف سجلها هدفا في الشباك كما تشاهدون. هنا سيرجيو بوسكيتس وبشكل جميل يأخذ الكرة من اللاعب للاعب الخطأ بسرعة ليتقدم زميله بهذه الطريقة كما ترون، وبعد ذلك يودع الكرة في الشباك هدفا. ذكاء عالي من لاعب برشلونة ليوصل الكرة بين أقدامه لليفاندوفسكي فيودع الأخير الكرة في الشباك كما تشاهدون. تمريرة سحرية بوجه القدم من هذا اللاعب إلى زميله ليتقدم الأخير بانفراد، ومن لمسة واحدة يودع الكرة في الشباك. لنستمتع بما فعله كفارت سيخيليا بهذه الكرة الإبداعية، إذ أفلتت من هذا المدافع أو أنه اختطفها ليقوم برفعها من فوق الحارس ومن ثم إيداعها في الشباك. هدف ذكي واستثنائي حقا. شاهدوا هنا توماس مولر بهذا الهدف الرائع وكيف تقدم ليقوم بإسقاط المدافع، وبعد ذلك تظاهر أنه سيسدد، وبعدها مرر كرة إلى زميله على طبق من ذهب ليودعها الأخير هدفا في المرمى. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.